عايز بس اقول كلمتين اتفضل يا كابتن. التحكيم اتفضل بعد اذنك. اتفضل يا كابتن. اولا كلاتنبرج دوت لازم يمشي، لازم يمشي لانه ما عندوش فكره واضحه. اول حاجه اي حاجه على نادي الزمالك صح، اي حاجه على النادي الاهلي انت طبعا كنت بتتكلم دلوقتي بيزعل الحكم وممكن يوقفه وممكن، وده غلط ما تعملش كده مع النادي الاهلي تاني. دي على طول في كل اجتماعاته او كل الحاجات اللي بيبعتها فيديو ماشي. هو قال كذاب جدا، هو بيكذب طبعا كذاب جدا يعني. قال لك كل الانديه واقفه جنبي الا نادي الزمالك هم اللي بيهاجموني. النهارده وانا جاي في الراديو سامع عثمان دسوقي اللي هو عثمان دسوقي داخليه، ده عامل كوارث. قال له ده لازم يمشي، ده كلاتنبرج دوت جاي علينا كل ماتش، يا اما نطرد مننا واحد، يا اما تحسب علينا ضربات جزاء، يا اما الخط بتاع حارس المرمى يتحاسب علينا احنا بس. ده جاي علينا في كل حاجه يعني، حتى ولا حكم دولي حكم لنا. هم عايزين كلاتنبرج عايز حاجه واحده بس، الثلاثه اللي هم صاعدين ينزلوا والنادي الاهلي ياخد دوري بس. جه احمد سامي برضو كان قبل كده قال لك هو في ايه؟ ايه لجنه الحكام؟ فين رئيس لجنه الحكام الراجل الاجنبي دوت؟ رايحين نجيب جول، الحكم يصفر بنهايه المباراه وصاب اثنين كورنر علينا. يعني يا كذاب يا كلاتنبرج، ان اصلا كل الفرق بتشتكي منك انت بالذات. يعني التحكيم قبل كده كان 70% النادي الاهلي بس، كان في 30% لبقيه الانديه، انما دلوقتي 99.5 للنادي الاهلي والنص البي كل الانديه ما عدا الزمالك. انت بتكذب وما بتعرفش تحكم ومطرود من السعوديه وبتاخد فلوسنا وكمان اتحاد الكوره سايبك، ده حاجه كبيره يا طارق.